خضر الله أيامكم وأعمالكم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من بالأخضر عبر شاشة CNBC عربية. أنا اسمي محمد عبد الرحمن وأود أن أبدأ معكم هذه الحلقة بحكاية. هناك منظمة دولية مرموقة طبعا مقرها في لاهاي، اسمها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية. هذه المنظمة دخلت طرفا إنسانيا نبيلا قطعا في المأساة السورية، لأنها عهد إليها من قبل القوى العظمى ومن قبل الأمم المتحدة بالتخلص من الترسانة الكيميائية للنظام السوري. هذه الترسانة التي كان البعض يقدرها بآلاف الأطنان من الغازات السامة وبعضها شديد السمية والخطورة، لكن تقديرات المنظمة تتحدث عن ما بين 1000 و2000 طن من هذه الغازات. المنظمة أعلنت عجزها عن تفكيك هذا المخزون الهائل على الأراضي السورية. سوريا كما تعرفون وللأسف الشديد رفع الله عنها هذه الغمة، سوريا أصبحت ساحة حرب مفتوحة. الخبراء الذين يفككون هذا النوع من الغازات السامة ويبطلون مفعولها خبراء على قدر كبير جدا من التخصص، وعملهم شديد الدقة، لأن أي تسرب قد يكون قاتلا وقاتلا لأعداد كبيرة من البشر وملوثا للبيئة. هؤلاء الخبراء لا يستطيعون العمل في بيئة كالبيئة السورية الآن، هناك هجوم وهجوم مضاد من كل الأطراف طوال الوقت، لا يأمنون على أنفسهم، لذا طلبوا من المنظمة أن توفر لهم مكانا آخر خارج سوريا كي يقوموا فيه بعملهم الدقيق هذا. المنظمة تفاوضت مع ألبانيا، لا أدري لماذا، لكن عموما تفاوضت مع ألبانيا. الألبان فكروا بعض الوقت ثم استفتوا الشعب، والشعب قال لا لا، رفض الألبان رفضا قاطعا، لأنهم يعرفون مخاطر التسرب في عمليات بهذه الدقة والخطورة. الحكاية صلبها الفكرة التي تفتق عنها ذهن واحد جهبذ لوذعي داخل المنظمة. الفكرة هي تأجير سفينة كبرى ووضعها في عرض البحر أو في قلب المحيط، ونقل أطنان الغازات الكيماوية السامة من سوريا إلى هذه السفينة، والعمل على إبطال مفعولها وعلى تفكيكها هناك في منتصف المحيط. الفكرة تبدو من الخارج حلا يرضي جميع الأطراف، لكنها بالنسبة لي تبدو مرعبة جدا. لماذا اختاروا المحيط أو عرض البحر؟ تعرفون لماذا؟ لأنه لا توجد دولة كما فعلت حكومة ألبانيا كده تدافع عن المحيط ولا تدافع عن المياه الدولية في البحار خالص، رغم أنها ملك لنا جميعا، إلا أنه لا يوجد من يدافع عنها. يحصل تسرب في عرض البحر، الغازات السامة تنتشر كده في قلب المحيط وتقتل الحياة البحرية والطيور، مش مشكلة خالص، طالما لا توجد حكومة تدافع عن هذه الأماكن فإنها أماكن مستباحة، نقتلها كما نشاء، نمارس فيها حمقنا ونمارس فيها تدميرنا كما نهوى. هذه هي المصيبة. مشاهدي الكرام، المحيط والبحار ملك لكل إنسان على ظهر هذا الكوكب، هي ملك لكم. لا تسمحوا للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية باقتراف هذه الجريمة، ادفعوها للتفكير في حل آخر أقرب وأنسب وأقل ضررا. أنا أدعوكم، وأنا أعرف أنكم يعني من العاملين مثلي ووقتكم ثمين، لكن أدعوكم لتخصيص دقيقتين، ادخلوا على موقع المنظمة، ابحثوا في جوجل، سيظهر لكم موقع المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، وأرسلوا رسائل تعبرون فيها عن غضبكم، لأن المحيط ملك لكم، دافعوا عنه، فلا توجد أي حكومة في الدنيا ستدافع عنه. دافعوا عما تمتلكونه أنتم وأولادكم وأحفادكم. إلى الأخبار الخضراء.
أفاد تقرير شارك فيه 49 باحثا من 10 دول أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون جراء حرق الوقود الأحفوري سترتفع عالميا إلى رقم قياسي لتصبح 36 مليار طن هذا العام. وجاءت تقديرات التقرير الصادر عن مشروع الكربون العالمي لعام 2013 مرتفعة بنسبة 2.1% مقارنة مع 2012 ومرتفعة بنسبة 61% عن 1990 وهو عام الأساس الذي يستند إليه بروتوكول كيوتو الموقع برعاية الأمم المتحدة وهو الاتفاق العالمي الوحيد الذي يضع قيودا ملزمة على الدول لمستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ونشر التقرير في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولون من نحو 200 دولة في العاصمة البولندية وارسو بهدف حث خطى مفاوضات الأمم المتحدة بشأن معاهدة جديدة لكبح انبعاثات جميع الدول. من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من العام 2020. زاد تدمير غابات الأمازون بمعدل الثلث تقريبا خلال 12 شهرا الماضية وهو ما يؤكد انتكاسة كان يخشى منها بعد التقدم المطرد الذي أحرز على مدى السنوات العشر الماضية في التصدي لتدمير أكبر الغابات في العالم. كما قفز معدل قطع الأشجار في المنطقة بنسبة 28% مقارنة بالعام الذي سبقه. وخلقت تعديلات أدخلت على قوانين الغابات في البرازيل حالة من عدم التيقن بين مالكي الأراضي فيما يتعلق بمساحة الغابات التي يجب عليهم الحفاظ عليها، وشجعت الأسعار المرتفعة للسلع الزراعية المزارعين على قطع الأشجار لتوسيع المزارع. انطلق صاروخ غير مأهول من نوع أطلس 5 من قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية حاملا مسبارا إلى المريخ لمعرفة السبب وراء أن أكثر الكواكب شبها بالأرض في المجموعة الشمسية قد فقد المياه التي كانت موجودة ذات يوم على سطحه. وتتلخص مهمة المسبار بالفحص وأخذ عينات من بقايا الغلاف الجوي الرقيق للمريخ ومتابعة كيفية تآكله جزئيا بفعل أشعة الشمس. وستكون الخطوة الأولى للرحلة التي تستغرق عاما وتبلغ تكلفتها 671 مليون دولار هي إرسال المسبار إلى الفضاء. ولدى وصول المسبار سينفصل عن الصاروخ ليضع نفسه في مدار بيضاوي الشكل حول المريخ مما يتيح له الاقتراب لمسافة 105 كيلومترات من سطح الكوكب لجمع عينات من الجو لتحليلها. زاد تذمر الأندونيسيين مؤخرا من تفاقم الحركة المرورية على الطرق في مدن عديدة مما دفع مجموعة من المتحمسين إلى صنع دراجات هوائية صديقة للبيئة من خشب البامبو، إذ أن توفر هذا النوع من الأخشاب في أندونيسيا وسهولة الحصول عليه وتنامي الوعي البيئي لدى الناس قادت عددا من الأفراد إلى ابتداع نماذج عديدة لدراجات هوائية مع اللجوء إلى تصديرها هذه الدراجات إلى الأسواق العالمية. هناك تقديرات مخيفة بين قوسين تقول إن المملكة العربية السعودية بعد سنوات قليلة يمكن عقد واحد من الزمان سوف تحتاج لحرق كل ما تنتجه من بترول لتوفير الطاقة الكهربائية داخلية محلية. تصوروا لو أن هذه التقديرات، دعونا نفترض أنها ليست صحيحة بنسبة 100%، لو أنها صحيحة فقط بنسبة 50% فإننا في عالمنا العربي وفي المملكة العربية السعودية تحديدا نواجه نازلة ملمة كارثة. الكارثة هي أن إيراداتنا من بيع نفطنا ستنخفض انخفاضا فادحا لأننا سنحرقه في الداخل. ما الحل؟ الحل هو بتعويم سعر الكيلووات المقدم للمنازل والمصانع في المملكة العربية السعودية. ينبغي أن يكون بالسعر التجاري. أنا أعرف أنه أهلي في المملكة سينزعجون جدا، لكن والله لا حل إلا ذلك لكي نجبر الناس على الترشيد. الحل الآخر والذي قد يكون أقرب وأقل إيلاما بالنسبة للمواطن السعودي هو أن تفرض على كل المطورين العقاريين في المملكة، تفرض عليهم فرضا معايير تجعل الأبنية السعودية أبنية خضراء قليلة استهلاك الطاقة. لا حل إلا بفرض ذلك. نظرا لتوفيرها نحو 40% من الطاقة
أصبحت المباني الخضراء محط اهتمام لدى السعودية، والتي تعتبر الأولى باستهلاك الطاقة عربيا، ويقدر عدد مشاريع الأبنية الخضراء بنحو 143 مشروعا منذ بداية مبادرة الملك عبدالله للأبنية الخضراء في السعودية. وفي هذا السياق أقيم في الرياض منتدى الأبنية الخضراء في دورته الرابعة، والتي جاءت تحت عنوان نحو بيئة عمرانية للأجيال. هناك حوالي 134 مشروع في المملكة العربية السعودية من بدء مبادرة سيدي خادم الحرمين. أيضا معروف أنه هناك حوالي 10% من المباني الخضراء تحظى فيها السعودية، المملكة العربية السعودية، منها 2 بلاتنم، وهي طبعا أعلى وتوفر في الطاقة والمياه أكثر من 80%. ما في أدنى شك أيضا أنه دول الخليج تحظى بحوالي 4% من حجم المباني الخضراء في العالم. ونحن طبعا سعداء أن المملكة العربية السعودية يزداد كل سنة عدد المشاريع هذه، ونأمل إن شاء الله في الوقت القريب أن مبادرة السيدي خادم الحرمين أن تتحول إلى مشروع وطني مؤسساتي يحظى باهتمام جميع الشركاء والمهتمين. ويشارك في المنتدى عدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية ومتخصصين وخبراء في مجال الأبنية الخضراء، كما طرحت في المنتدى مبادرات عدة، منها مبادرة تأسيس الشبكة العربية للأبنية الخضراء والتي ترعاها الأمم المتحدة. الحقيقة برنامج الأمم المتحدة أحد أهم أهدافه هو دعم فكر التنمية الحضرية المستدامة، ويأتي تحت موضوع التنمية المستدامة موضوع البناء الأخضر على الأخص، وهو بالتالي يمكن برنامج الأمم المتحدة الحقيقة للعديد من المشروعات على مستوى الدول العالم في تشجيع فكر البناء الأخضر والترشيد في استهلاك الطاقة والمياه، وكيف يمكن تصميم المباني وتخطيط المدن بطريقة سليمة بحيث تسهم في عملية الاستدامة. وبينما تمتلك بلدان الخليج العربي 4% من إجمالي المباني الخضراء عالميا، فإن السعودية تمثل 10% من إجمالي الأبنية الخضراء الخليجية. عطالله الشمري، CNBC عربية، الرياض. ظلت البنوك الكبرى في العالم مشاهدي الكرام تشعر بتوجس كلما طلب إليها أن تمول مشروعا كبيرا من مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة رياح، طاقة أمواج البحار، طاقة الحرارة الباطنية للأرض. البنوك تشعر أنه هذا ليس خيارا ثابتا، هذه ليست مشاريع مستقرة وأن المستقبل لها وأنها ستكون ثابتة الربحية. البنوك تشعر بالتوجس من كل جديد عموما. البنوك تمول أي مشروع يحرق بترول لأنها تعرف أنه هذا هو الاتجاه منذ 150 سنة، نحرق بترول. لكن حين تحدث مصرفا عن تمويل مشروع للطاقة الشمسية مثلا يقول لك والله فكر، يعني ما نشوف كده، الظاهر لسه بدري على الحكاية دي. هذا ينبغي أن يتغير، ويبدو أنه بالفعل ولو جزئيا قد تغير. يتجه العالم بوتيرة متسارعة نحو استخدام الطاقة البديلة من شمس ورياح ومياه لمواجهة الأزمات التي يشهدها من الطاقة الأحفورية كالبترول والفحم وغيرها، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة الأحفورية وتلويثها للبيئة. ومواكبة لذلك، بدأت بنوك مصرية عديدة تبدي مؤخرا اهتماما متناميا بتمويل قطاع الطاقة المتجددة، ففي نهاية المطاف مشاريع الطاقة البديلة هي مشاريع اقتصادية الطابع ويمكن أن تحقق الأرباح، وهي ذات دورة تجارية شأنها في ذلك شأن أي مشروع آخر مشابه. فمصر تتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها، وبما أن الطاقة البديلة تحتاج إلى منظومة متكاملة للاستفادة من هذه الإمكانات، فإن التمويل هو أحد الأركان الأساسية لذلك. ويؤمل أن تسهم مشاريع الطاقة البديلة في توفير الطاقة اللازمة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وخاصة في ظل ما تعانيه مصر من ارتفاع تكلفة الطاقة. ويبدو أن التمويل المصرفي لن يقتصر على تمويل مشروع هنا وآخر هناك، وإنما يجري الحديث عن تحالفات محتملة بين البنوك لتمويل هذا القطاع الحيوي بالنسبة للاقتصاد، ولا سيما أن الطاقة البديلة غير مستغلة بصورة كافية بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، إلا أن عائدها كبير على المدى الطويل، مما يشكل عامل جذب لدخول المصارف على الخط لدفع هذا المورد الذي يمتلك طاقات كامنة هائلة للنمو مستقبلا.
يشير التقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إلى أنها تخطط لمساهمة الطاقة المتجددة بنحو 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020، منها 12% من طاقة الرياح و6% من الطاقة المائية و2% من الطاقة الشمسية. وخلال العام المالي الماضي وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ الخطة الشمسية التي تستهدف توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية من خلال إنشاء قدرات تمكن من توليد 3500 ميجاوات بحلول العام 2027، علما أن مصر من الدول المهددة بخطر نقص المياه، ولهذا فإن معالجة المياه وإعادة استخدامها مطلب استراتيجي في الوقت الذي تتوافر فيه الطاقة الشمسية طوال العام. وكانت دراسة للبنك الإفريقي للتنمية قد طالبت بالتركيز على مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاهتمام بالوقود الحيوي وإعادة تدوير النفايات والاهتمام بتنفيذ القوانين المحافظة على البيئة والامتثال لها وتشجيع روح المبادرة في مجال البيئة لتشجيع التكنولوجيا النظيفة، مؤكدة أن الاستثمارات الحالية في الطاقة المتجددة في مصر لمدة 5 سنوات يمكن أن تؤدي إلى إيجاد 100,000 وظيفة صديقة للبيئة. بعد فاصل قصير مشاهدي الكرام، وفي فقرة النصيحة الخضراء سوف نهنئ كل أطفالنا العرب بيوم الطفولة العالمي الذي مر منذ أيام معدودة، وسوف نذكركم وأنتم أولياء الأمور، أولياء أمور الأطفال، سوف نذكركم بالإعلان العالمي لحقوق الأطفال.